شو بدنا اقول لك، عريس ولا صاحب التريبل دبل؟ لا عريس اول، عريس الاول. ثانك يو. هيدي من ورا الاستقرار يمكن عملت قدرت تعمل هاي اول تريبل دبل بحياتك. عملت شيء بلبنان بلبنان اول وحده، انا قلت بلبنان على الاكيد اول وحده. عملت شيء بارمينيا يمكن. يس. اها بس بالاخر ما في اعمله من لو الشباب ما لعبوا مثل ما لعبوا، بس everyone stepped up. هلا بالاول كان كثير راسي لانه ما عندنا كثير عدد بالتمرين كمان، فعم نلعب 4-on-4 بالتمرين. هلا بركي اول مره بنلعب 5-5 من بطوله العرب، وتوز شوي راسي، في عجقه اكثر لانه في لاعبين زياده من التمرين، بس الحمد لله كل جيم باي جيم حنتحسن ونفرجي صوره حلوه. قد ايه مهم معنويا انه لاعب يعمل تربل دبل وتكون الاولى لاله، يعني اولى لالك والاولى بطوله لبنان هالموسم؟ هلا صراحه ال 73-58 اهم بكثير. شو دبلوماسي؟ لا ما والله ما خص individuals accolades بالاخر they're fine، بس the team win matter more. هيدي زوجتك هي اللي اعطتك هذا الاستقرار لقدرت تعمل تريبل دبل. مبروك. ثانك يو. مبروك عليك. وكان زميلك رودريك بتصور قريب كثير كمان يعمل تريبل دبل. الله عليه. عمل كثير شغل بالريباوند اليوم وبالتمرير. نحن فريقنا فيري لاكي لانه كل اللعيبه عندهم فيري هاي اي كيو، وما في ولا واحد بيلعب سلفش، وكلنا عم نجرب نساعد بعض كرمال نساعد السترينث تبع بعض. رودريك عمل 11 نقطة، 9 ريباوند، 9 اسيست، كان بده ريباوند واسيست، كنتوا عملتوا مع بعض تربل دبل. لو حطينا له شوطات على الباسات الحلوين اللي اعطانا اياهم كان عملهم، حق علينا مش عليه. بدي اشكرك هايك.